Bismillahi velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nes'Allah azze ve cel en yetekabbele minna ve minkum salihil amal. Amin. Ve nes'Allah en yerhame mevtana ve en yerzuka merdana şifa'el acil ve en yuafine cemi'an min kulli bela. Allahümme inna nes'elukel afu vel afiyah. Allahümme inna nes'elukel afiyete fid dünya. وفي الآخرة رمضان وفعل الخير أوصانا الإسلام بفعل الخير بل أمرنا بالاستباق والتسارع نحو فعل الخيرات فقال ربنا عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فعل الخير مطلوب في كل زمان وفي كل مكان ولكن فرصة رمضان هي فرصة ذهبية للتدريب على فعل الخير ليظل الإنسان فاعلا للخير سائر الأيام وسائر الشهور وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ربنا عز وجل هو اللي رزقنا بكل رزق ربي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله عز وجل هو المالك الأصلي للأرزاق هو المالك الأصلي للأشياء لكل شيء فهو الخالق جل جلاله ربنا عز وجل يعطينا الكثير ويطالبنا بالقليل كما في أمر الزكاة مثلا في أمر الزكاة ربنا قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سورة المعارج الآيتان 24-25 ربنا قال حق معلوم ونسب الملكية للناس قائلا والذين في أموالهم وفي الحقيقة المالك الأصلي هو الله جل جلاله ولكن تفضلا منه قال والذين في أموالهم الله عز وجل ملك الناس صاروا ملاكا لتلك الأرزاق لتلك الأموال ولكن خالقها والرازق هو الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم وهو مقدار بسيط يعطيه المزكي للمحتاجين للأصناف الثمانية الذين وردوا في سورة التوبة في الآية رقم 60 إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ثمانية أصناف اللي وردوا في سورة التوبة الآية رقم 60 إذن ربنا عز وجل يعطينا الكثير ويطالبنا بالقليل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولكن هناك فعل الخير الصدقات المطلقة جميل أن نتدرب على الصدقات في هذا الشهر الفضيل والحمد لله هناك أناس يتصدقون في كل زمان وفي كل مكان ولا يرتاح لهم بال إلا بالتصدق والتبرع والعطاء والحمد لله كاين ناس كثير والحمد لله الرجال والنساء والصغار والكبار ما يرتاحوش إلا إذا تصدقوا إلا إذا أعطوا إلا إذا تبرعوا إن شاء الله ربي يزيدهم وربي يبارك في إيمانهم ويبارك في صحتهم ويبارك في أرزاقهم ولكن عموم الناس الجميع في الحقيقة يعني نحن في حاجة ماسة إلى أن نتدرب على فعل الخير على إطعام الصائم على إفطار الصائمين على التبرع والتصدق والعطاء فإذا تدربنا على العطاء في هذا الشهر الفضيل هذا الشهر المبارك كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام شهر مبارك لا شك أن هذا العطاء سيصبح من أخلاقنا سيصبح ملاصقا لنا ملازما لسيرتنا فيظل هذا العطاء قائما في حياتنا في كل زمان وفي كل مكان يثمثنا في استمثين لن يمذانا تصدقا ذي كل وقت ما ذي رمضان ما بغير رمضان
ولكن أوها ربي أنفارس وقاذا قاسني أرنو ربي إن شاء الله سنفك ربي البركة ذقويني كسبان ذي الأرزاق نسم ولكن كنيك مرة نحواج باش نحفظ العطاء ونحفظ الصدقة ونحفظ الخير أثن خدم أكثر ذي رمضان باش ذي قيمي ذنا وان قيمي ذس ذي قسان وياض ذي الشهور وياض وقي ذا قولنا البركة ذا أكيس اسمان في صلى الله عليه وسلم اسمه الشهر المبارك أن فارس تولي رمضان باش نحفظ أم خيرا معوان أم خيرا نخدم العبادة يجي النفعيس يبضغر وياض نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في قوله نعم المال الصالح للرجل الصالح أما السعد بينهم يفكر بالأرزاق ولكن السنفارة كان يسو حدس يتساكثني وياض وربينا فاستبقوا الخيرات أما كان فنادم ينفق يوذم ربي سبحانه ربي يستدير ذا الخير أسيفك الفركة ذي زمرثيس الفركة ذي مولانيس ذي الدرياس الفركة ذي رزقيس الفركة يثو ذرثيس مرة أذي قبل ربي إن شاء الله رمضان مرة القيام القرآن أكل خذنا ينخدم ثلها إن شاء الله هاتي قبل ربي فلنا فلونا يثمثن أثيث مثن جغاون لهنا ثلويث أرثي مليليث سلام ربي فلونا.